لما كان السادس الله يسلم علينا اكتشفنا في هذه القضية هذه اللي ضربتنا في ضربة العائلة ديالي. طلب قبل شي كل شجرة في الجبر راه بدل شجرة راه كيدير كل ثلاث سنين. من احنا جدرميه كنخافوا منهم كنا كل شيء من الجدرميه واش هاد الارض هادي كان فيها شي بير ولا ما كانش فيها البير؟ فيها بير وهاد البير باقي ولا هو تردم تحيا؟ لا شدوا شكون اللي سدوا عليه؟ شكون اللي سدوا عليكم؟ شدوا بوشتا ولا ولدها نقول اللي سد هاد البير هذا بس سدوا واش طمروا بالتراب او داروا عليه غلاق؟ دار بومبا الضوا ونقطع عليا الماء دار بومبا الراس باش الناس زعما يبغى شي واحد يشدوا يشدوا تما دار طريقه باش طريقه باش باش الناس يعني يقول لك دار عاطي الماء راجل مزيان راجل مزيان انا ضربت تماره في هذه الغرسه ديالي انا بقات فيا بزاف وهذا الغرس هذا كنسقي عاد بسطه يوميا نسقي الصباح ونسقي في العشيه المده شحال وانت كتسقي؟ هذه تقريبا 35 سنه 35 سنه 35 سنه جوده وجوده بدوها لك بدوها لي وخلوا لي الماء كريم كنسقوا من القبيل الخلود ولا لا يولي الحج نيشا لا حول ولا قوه الا بالله. شريف السلام عليكم. السلام. اخواني اخواتي المتتبعين التواجد ديالنا حاليا بقيادة اسمن هذه قيادة ديال ولاد نوال الاقليم اقليم سيدي قاسم استدعيتونا وجينا عندكم الشريف طالبين ضيف الله المشكل عندكم مشكل ديال الارض عودنا القصة ديال هاد الأرض. الأرض سيدي هادي ملي كان الوالد ديالي أنا ساكن هنا 40 سنة 40 سنة ولا أكثر ساكن وداير الغرسة ديالي داير كلشي جاو هاد الناس هادو جاو سمعت با تعداز علينا بالدعاوي ما حكيت لا بالدعاوي ولا وزايدون حكوا لي في الغرس ديالي الصحة ديالي ما بقاش نكتب هذا واخا هاد الناس هادو قدموا بك شكاية قدموا بك شكايه لسيدي قاسم. نعم. ياك. هاد الشكايه اللي قدموا بك شكايه لسيدي قاسم شنو الموضوع ديالها؟ الموضوع ديالها كتجيب الشهود شهدوا لها الشهود. شهدوا لها الشهود. على اساس ان الارض ديالها. ماشي ديالها هي املاك الدوله. هي املاك هي املاك الدوله. شكون كان كيستغلها؟ كنستغلوها كلشي ملي كان الاب ديالي انا وياه بواسا كان حدايا وانا حدا وانت حدا كله الغرسه ديالو كله الغرسه ديالو دخلتوا المحكمه دخلنا المحكمه المحكمه ضروري تقول لكم عطيوني الشهود ايه الشهود عطيت عطيت الشهود طيب كانوا شهود كانوا شهود هاد الشهود واش كانوا شهود يعني عاديين او لا كانوا من رجال السلطه او منين كانوا هاد الشهود؟ كانوا مقدم كان ها؟ مقدم مقدم. مقدم ايه مزيان ماشي مشكل بالنسبه لهذا المقدم هذا شهد فيكم بانكم انتم اللي كتستغلوا الارض هو اللي كتستغلوا انتم هاد الناس هادو هما اللي كتستغلوا الارض في يعني انا نكر يعني نكر بحال ما ساكنش انا هنا فهمتي كده بحال نزع لي انا ما دارش الحق هادو عبد السلام مشاكل هنا هذا كتشرب هذه وكتشرب هذا ولا اها نكر داكشي المقدم نكر داك الشيء نكر بانك انت هو اللي كتستغل هذا ما كنشتغلش مره ما يعني ما كاينش بحال ما كاينش التواجد ديال كاع عماره في هذا الدوار هذا تماما هذه من جهه وقدمتوا شكايه للقياده لعند القايد ولا ما قدمتوش؟ قدمنا القايد تيقول لك هذيك الارض ما هي ديالك ما هي ديالك سيروا تفاهموا عليها بجوجكم سيروا تفاهموا فرقوها يعني فرقوها فرقوها شكون غادي يستغل هذه الارض واش استغلها انت ولا ما استغلتش المهم يعني القياده بحال اللي صيفطتكم قالت لكم سيروا خذوا الامور حبيه غادي حبيه كل شيء ديالي انتم دخلتوا للمحكمه ياك المحكمه واش الداخليه ما صيفطت لكمش شي حاجه ديال التقاضي لا شي محكمه ديال وكال سيدي قاسم بالقصيري سيدي سوق الاربع ما صيفطت لكمش ما عطاوكم انت محامي تابع للداخليه
لا ما يعطوناش. ما عطاوكمش واخا. وهاد القضية هادي واش دخلوا فيها شي شهود يعني اللي كتعتبرهم انتم انهم شهود ديال الزور؟ شهود الزور او ما كايناش؟ شحال تقريبا من شاهد دخل فيها ديال الزور؟ ثلاثة. والرابع بني الاخر كاين اربعة. واخا المساحة ديال هاد الارض شحال تكون تقريبا؟ تقريبا هكتار ولا هكتار وشي حاجة. هكتار ولا شي حاجة. واش هاد الارض خاوية؟ ولا فيها اشجار ولا فيها فلاحيه؟ فيها اشجار واحد الجاليه خاويه. الجاليه عندي انا كلها كانت مغروسه عندي بالاشجار. بالاشجار واخا قلتي كانت مغروسه. واش الغرس حيدوهم الاشجار حيدوهم؟ حيدوه جا المخدم حيدوه. القوه اللي حيدته. القوه اللي حيدت الاشجار. القوه حيدت الاشجار. اشجار مثمره حيدتها القوه ديال السلطات. القوه المرتبه. اه شحال تقريبا هذه المساحه قلتي شي 4 هكتارات؟ لا هكتار ونص. هكتار ونص تقريبا. هكتار ونص. هكتار ونص. الابتدائي حكمت لكم المحكمه بثلاث شهور على حساب الوثائق اللي عندنا هنايا. حكمت لكم المحكمه بثلاث شهور ديال السجن موقوف التنفيذ وغرامه ماليه 500 درهم والمصاريف ديال اصحاب الدعوه اللي داعينكم مليون ونص. يعني حملكم صغير ديال مليون ونص في الابتدائي. وملي تحول الملف للاستئناف تأيد الحكم الابتدائي. يعني بقى هو هو ما تغيرش. بقى هو هو ما تغيرش. خديتو الاتجاه الاخر ديال النقد. النقد. الضرب واش نقول لك انا؟ النقد والابرام. والقضيه هضرنا على الحيازه. كيفاش الحيازه؟ الحيازه كتكون الحيازه هي جهادي فيها كتب الباز عندي حكم فيها البراءة أو أيه السيد هذا تما عنده تما مع الخدام ولا خمسة كيستغلهم. إذا أنت دابا هما يعني يجمعوا لي كل شيء ما بقى عندي لا 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 حتى خطوة ما قالوا لي الحبس صافي الحبس بحال اللي أنا في الحبس. بحال اللي أنا في الحبس. عمي شحال من شجرة اللي كانت عندكم اللي حيدتها لكم القوة؟ 80 مثمرة. 80 شجرة مثمرة. 80 شجرة مثمرة. وشنو كان فيها؟ كان فيها الحامض بابوكا الكرموس سميتو عليه الرمان. كاملة مشات بحالها. كل شيء مشى بحالها. واش حيدوهم بالتراكس ولا بالجو؟ حيدوهم بالتراكس. جابوا تراكس. والزيتون كان كل شيء. كل شيء الزيتون وكل شيء. ما كانش فيها النخل بعدا؟ لا النخل لا ما كانش. وشتين شجرة كاليتوس وشدران كلشي جمعوهم. والعواد ديالهم فين داوهم؟ اه باقي لهم شجرة باقي هو باقي لهم. ما تصادعتوش بهم عليهم العواد بعدا انتم باش تفرقوهم هذا يديو هذا؟ لا هذاك ندو خليه يرضى بعيد ما بغاو يكحتوا ليا يسيبوني انا بوحدي ما عنديش العواد عم بوحدي ما عنديش الجزائر ولا شيء عم بوحدي خلاص.